أهلا بكم. لماذا أسس الاحتلال الأمريكي نظاما طائفيا في العراق منذ العام 2003؟ ولماذا كان هذا النظام برعاية إيرانية عن طريق حكومات رسخت الممارسات والهويات الطائفية بدلا من الوطن الواحد؟ فراحت تغذيها وتنفق من الأموال الطائلة عليها وتعمل على ديمومتها. ما هي أهداف تأسيس نظام يعتمد معايير المذهب والطائفة وما غاياته؟ يرى البعض أن المخططات الطائفية داخل العراق هو أحد الأهداف الأمريكية والبريطانية برعاية إيرانية من أجل الوصول إلى عراق ضعيف مقسم منهار كل بناه التحتية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، كي لا يستطيع النهوض والقيام بأي دور في المنطقة بعدما كان اللاعب الأول في موازين القوى فيها. ويرى البعض الآخر أن الأحزاب الحاكمة في العراق عملت على ترسيخ مفهوم المحاصصة الطائفية في جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها، ومن ضمنها وزارة الدفاع، لأنها الضامن الوحيد لبقاء هذه الأحزاب والقوى السياسية في الحكم. نضع تحت الضوء أسباب وتداعيات تأسيس نظام طائفي في العراق وآثاره وانعكاساته على المشهد في العراق والمنطقة. نشاهد بداية هذا التقرير، كونوا معنا. برعاية أمريكية إيرانية تأسس النظام الطائفي في العراق بعد احتلاله عام 2003. على الرغم من أن الدستور لم ينص صراحة على توزيع السلطة على وفق المكونات الطائفية، فقد ثبتت الممارسات التي سادت في العراق الهوية الطائفية وركزت على إيجاد ممثلين لها أكثر من تركيزها على التغلب على تلك الانقسامات، بل أصبحت الحكومات المتعاقبة تغذيها وتنفق الأموال من أجل ترسيخها. المؤسسة العسكرية في العراق قبل عام 2003 تميزت بقوتها وانضباطها وبعدها عن الطائفية، لكن ثمة نهج جديد اتبعته حكومات الاحتلال يرسخ الطائفية قولا وعملا. واستمرارا لهذا النهج، وافقت وزارة الدفاع الحالية على قبول طلاب الدورة 11% في الكلية العسكرية بالرستومية لتنشر نسخة من قائمة بأسماء المقبولين بعد قائمة تضمنت تفاصيل الانتماء المذهبي لكل طالب، إذ عتمت الجدول الخاص بتلك المعلومات بعد استياء وضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لجنة القبول لطلاب الكلية العسكرية لم تلتزم بتوزيع المقاعد بعدالة على المحافظات بحسب نسبها، إذ بلغت صفرا في الأنبار، بينما كانت ثمانية فقط لنينوى خلافا لما كان في محافظات أخرى. المنافذون للمخططات الطائفية داخل العراق وخارجه يعلمون جيدا أنهم يسيرون باتجاه تدمير العراق، وهو ما تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران للوصول إلى عراق ضعيف مقسم منهار لا يمكنه القيام بأي دور في المنطقة. فبحسب تقرير جامعة براون الأمريكية، فإن عدد المهجرين أصبح 9,200,000 مهجر داخل العراق وخارجه بعد الغزو الأمريكي عام 2003، وما زال هناك نحو 1,400,000 نازح و 650,000 لاجئ عراقي في عام 2020، والجميع فروا من أعمال القتل والتطهير العرقي التي عقبت الغزو الأمريكي الذي قاد إلى حرب طائفية وهجرة طبقة كانت تمثل عصب العراق. لقد أصبح واضحا لكل ذي عينين أن الأحزاب الحاكمة في العراق تتجه وبقوة إلى ترسيخ مفهوم المحاصصة الطائفية في جميع مؤسسات الدولة، ولا سيما وزارة الدفاع بصورة أكبر من قبل، بينما يؤكد عراقيون أن نهج المحاصصة الطائفية هو الضامن الوحيد لبقاء هذه الأحزاب والقوى السياسية في الحكم. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام. سيادة العقيد ركن، مرحبا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا. وأرحب أيضا بالأستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي العراقي، انضم معنا عبر سكايب. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. إذن أبدأ معك سيادة العقيد ركن حاتم الفلاحي. يعني بلا شك بعد احتلال العراق عام 2003 وتشكيل مجلس الحكم المؤقت من قبل بول بريمر، أصبحت الاعتبارات الطائفية هي الأساس في تاريخ العراق الحديث. هل وصفت لنا الظروف التي رافقت تأسيس النظام
الطائفي في العراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة ولضيفكم الكريم. بداية، من المعروف بأنه التغييرات التي طرأت عام 2003 بعد احتلال العراق على العراق وعلى المنطقة كانت تغيرات كبيرة جدا. هذه التغيرات أسست لنظام جديد في المنطقة. هذا النظام القائم في العراق الذي كان سابقا بدأوا بإنهاء الدولة العراقية السابقة من خلال حل الكثير من الوزارات ومن الأجهزة الأمنية. الدولة عندما تنهار الدولة ويقومون بحل وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، بمعنى البلد ذهب إلى الفوضى لغياب القانون وغياب الجهات التي يمكن لها أن تضبط الوضع الأمني في العراق. ما جرى في العراق بأن هناك كانت هناك سياسات معتمدة من قبل المحتل على إشاعة الفوضى في العراق من خلال دخول قوات الاحتلال وانهيار هذه المؤسسات وحل الكثير من المؤسسات بما فيها وزارة الإعلام والكثير من الأجهزة الأمنية التابعة إلى الدولة العراقية السابقة، مما أدى إلى انحلال وإلى فوضى كبيرة جدا، ورأينا كيف كانت حالات السرقة وما إلى ذلك. كانت هذه هي الخطوة الأولى التي مهدت للمشروع الذي جاء به الاحتلال إلى العراق، ومهدت إلى العنف الطائفي الذي بدأ يتصاعد في العراق بعد عام 2003. من أول الخطوات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية أو القوات المحتلة في العراق البريطانية والأمريكية هو تأسيس مجلس الحكم. هذا المجلس تم تأسيسه على أساس عرقي وطائفي من خلال جعل ما يقارب 25 مقعد موزعة على الطوائف وعلى الكتل الموجودة في العراق، سواء الكتلة الشيعية أو العربية، نستطيع أن نقول المقسمة بين العرب والسنة، وكذلك الأكراد، وكذلك بالنسبة للأقليات الأخرى. يعني نستطيع أن نقول قسموا العراق بشكل أفقي وشكل عمودي. فلذلك نرى بأنه أساس الطائفية بدأت من مجلس الحكم في العراق عندما وضعوا نسب معينة لهذه المكونات، ثم انسحبت هذه النسب على مسألة الوزارات وعلى مسألة مؤسسات الدولة الأخرى التي قامت بعد عام 2003. ثم جاءت الخطوة الثانية لمشروع الاحتلال بأنه كتبوا دستور. هذا الدستور يقوم على أساس المحاصصة الطائفية ما بين مكونات الشعب العراقي. هذه المحاصصة الطائفية أدت إلى تدمير مؤسسات الدولة العراقية بشكل كامل، وأصبح الولاء من الدولة ينتقل إلى الحزب وإلى الطائفة. لذلك سنجد خلال هذه المسيرة الطويلة منذ عام 2003 إلى يومنا هذا الكثير من الأمور التي حدثت، نرى بأنه الهوية الطائفية قدمت على الهوية الوطنية، وبالتالي هوية الحزب وهوية الطائفة أصبحت هي الحاكمة. الدولة عندما تضعف دائما، وعندما نستطيع أن نقول ينتابها ليس الضعف فقط في المؤسسات وإنما حتى في قيادة الدولة، تظهر مثل هذه التكتلات سواء كانت العشائرية أو سواء كانت الطائفية. بعد عام 2003 انتعشت هذه التكتلات وهذه المسميات بشكل كبير جدا، لأن الاحتلال عندما دخل إلى العراق دخل بمشروع طائفي مقسم، يعني لم يستند هو حتى في مسألة وضع النسب لم يستند إلى نستطيع أن نقول إلى دراسات أو إلى نسب واضحة من خلال نستطيع أن نقول إجراء تعداد سكاني أو ما إلى ذلك من أمور، وإنما اعتمد على نسبة بأن هذا المشروع بأنه يجب أن ينهي الحكم الذي كان سابقا في العراق، ويجب أن يكون هناك تقسيم جديد، هذا التقسيم يعتمد على مشروع الاحتلال في العراق. ثم جاء بعد الدستور، بعدما أن مرر الدستور جاءت الانتخابات. هذه الانتخابات الأولى كرست الطائفية بشكل كبير جدا، أصبحت هناك تدافع نحو الطائفة الواحدة بالنسبة للفوز بالانتخابات، وأصبحت الكتل السنية تشكل كتلة سنية، والكتلة الشيعية تشكل كتلة شيعية، والكتلة الكردية أيضا تشكل كتلة كردية. وبهذا أصبح مسألة الطائفية في العراق ترسخت جذورها شيئا فشيء من خلال هذه. ثم أصبحنا أمام التقسيمات الداخلية، يعني عندما يفوز الحزب أو الطائفة يجب أن توزع الوزارات، فعندما توزع الوزارات أصبحت هذه الوزارة تعود إلى الجهة الفلانية، إلى الحزب الفلاني، مثل هذه إلى جماعة الصدر، هذه إلى جماعة الحكيم، وهذه إلى جماعة هادي العامري. وبالتالي أصبحنا نحن أمام حقيقة أمام مؤسسات طائفية قائمة على أساس الحزب وعلى أساس الطائفة، وهذا طبعا ينسحب بالنسبة للسنة وبالنسبة للأكراد أيضا. لذلك أنا أعتقد بأن المشهد العراقي بعد عام 2003 كان طائفي بشكل كبير جدا، حتى وصلنا إلى عام 2006 عندما حدثت تفجيرات سامراء، حيث أصبحت هناك عنف طائفي يمارس من قبل الجميع
في كثير من أنحاء العراق، وأصبح القتل على الهوية، وأصبحت تحرق المساجد، وأصبح يقتل الشخص بدون أي ذنب، وأصبحنا أمام تهجير وأمام تهجير قسري وأمام إعدامات ميدانية بدون محاكمات، وأصبح الحاكم هو الحزب، وأصبحت الطائفة هي التي تحكم، وغاب القانون، بل أكثر من هذا أصبحت مؤسسات الدولة مجيرة لجهة معينة ولطائفة معينة، بحيث استخدم القانون لذبح الكثير من الناس في تلك الفترة وقتل الكثير من الناس الأبرياء، حتى وصلنا إلى حقيقة إلى اقتتال طائفي أهلي مقيت عام 2006، وانسحب هذا إلى فترة طويلة من الزمن وصولا إلى فترة المالكي في عام 2010. هذه مخرجات للنظام الطائفي وما أسسه المشروع الأمريكي. أرحب بك أستاذ عبد القادر نايل مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، لو رجعنا مرة أخرى إلى الجذور التاريخية أو إلى أسس المشروع الأمريكي في العراق، وتحديدا المشروع الطائفي الذي ولد بموجبه النظام الطائفي في العراق عام 2003، هل ولد فعلا عام 2003 أم خطط له وكان له عمرا أكبر قبل العام 2003؟ أسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام وضيفك الله العزيز. واضح تماما أن المشروع الأمريكي للشرق الأوسط أقر عام 1997 بما يسمى قانون تحرير العراق في الكونغرس، وهو الاحتلال. لذلك عند ذاك الوقت تم إدراج عملية الشرق الأوسط الجديد، والقضية تتعدى العراق بأكبر من هذا الأفق، لأنه ما جرى في العراق هو تنفيذ لآلية التدمير الشامل للمنطقة. وهنا حقيقة أقول وأذكر بقبل الاحتلال كانت هناك يعني مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تغنت به الإدارة الأمريكية في زمن جورج بوش الابن. لذلك كان هناك مشروع اسمه الشرق الأوسط الجديد. هذا المشروع هو يقضي إلى تقسيم المنطقة، ولذلك من هنا جرى استخدام إيران بطريقة واضحة تماما. أستاذ عبد القادر، أيضا هناك مصطلحات ربما إن ذكرتها يعني كانت خارطة الطريق أيضا من ضمن الأكثر مصطلحات استعمالا تلك الفترة. بالتأكيد، يعني هكذا الفترة سبقت خارطة الطريق والشرق الأوسط الجديد، وبالفعل كانت خارطة الطريق الذي تفضي إلى تقسيم المكونات الشعب الواحد من الهوية الوطنية إلى الهويات الفرعية، ومن ثم حتى الهويات الفرعية يتم تقسيمها. وهذا ما جرى في العراق إذا ما أخذنا النتائج فيما بعد سنستعرضها. لكن بالوهلة الأولى كان هناك مشروعا خبيثا على مستوى المنطقة، وكان تصريحات كوندليز رايز واضحة عندما تم احتلال العراق، قالوا لن نسلم أو ربما نتفق على جدولة الانسحاب من الاحتلال الأمريكي، أو أن نذهب باتجاه تشكيل حكومة من عراقيين يتم انتدابهم من الاحتلال الأمريكي إلا بعد 2008. كانت تصريحات واضحة في بداية الاحتلال. وهنا حقيقة أذكر على أن الاجتماعات ما سمي بالمعارضة التي جمعتها الولايات المتحدة وبريطانيا، وكانت اجتماع لندن واضح تماما في تقسيم حتى السلطات في 2002. وهنا أيضا أذكر باجتماع الاجتماع الأول الذي جرى ما بين الإيرانيين والأمريكان في السويد، والذي جرى من خلالها تعهد إيران بتقديم الموالين لها والذين يتدربون على أراضيها بكل أصنافهم على أنهم سيكونون نواة العملية السياسية والتعاون المطلق ما بين الاحتلال الأمريكي وإيران. ولذلك قالها أبطحي بطريقة واضحة، لولا طهران لما سقطت بغداد وكابول، كان هناك تعاون استراتيجي. كل هذا التعاون كان يهدف إلى عملية تقسيم المجتمع على أسس طائفية. لذلك عندما رأينا أن حتى الأحزاب اللي كانت محسوبة على السنة آنذاك في الحضور، هم صرحوا أنفسهم كالحزب الإسلامي، قال خرجنا من هذه الاتفاقات ولم نحصل على منصبا، الأمور تقاسموها ما بين الائتلاف المحسوب على الشيعة والائتلاف السياسي المحسوب على الكرد في اجتماعات لندن، وخرجوا غاضبين وأدلوا بتصريحات محفوظة إلى هذه اللحظة. لذلك كانت هناك تحضيرات قبل حتى الغزو أو شن العملية الاحتلال الأمريكي البريطاني ومن معهم إلى العراق في عام 2003. لذلك كانت المخرجات منذ 2002. وعندما جاء عملية الاحتلال كان هناك أيضا مشروعا يقتضي إلى الذهاب إلى تقسيم العراق، وهذا التقسيم أقر في دستور مستعجل تم كتابته بأيادي خارجية، وكان المهرولين
لهؤلاء الأطراف السياسية مستجيبين لهكذا تقسيمات. ولذلك هنا أذكر عندما قتل مجبر الشيخ عيسى أحد الذين رفضوا أن توضع فقرة الفيدرالية في الدستور وتمت تصفيته على أيدي أطراف سياسية معلومة، وكانت الجريمة منظمة ومفضوحة، لكن تواطأ الاحتلال في وقتها مع هذه الجريمة كون أنه يريد أيضا إقرار مسألة الأقاليم المفضية إلى تقسيم العراق بطريقة واضحة تماما. من هنا حقيقة بدأت تقسيمات مجلس الحكم الذي أشار إليها سيادة العقيد الركن، وقسمت على أسس طائفية برعاية بول بريمر. والآن هؤلاء الذين يتعالون أصواتهم بأنهم يرفضون الاحتلال والوجود الأمريكي، وهم الذين أقروا مشروع الاحتلال السياسي الذي يكرس إلى تدمير العراق والغاية الأساسية من غزو العراق، لأن الآثار الاحتلال تزول، الاحتلال العسكري أقصد، وبالفعل زال بضربات المقاومة. وهنا حقيقة لابد من الإشارة إلى قضية مهمة تماما، أن مشروع التعدي الأمريكي في احتلال بلدان أخرى، كان مرشح احتلال سوريا، كان مرشح احتلال ليبيا، كان مرشح هناك مخطط على مصر، أوئدت هذه المشاريع العسكرية الأمريكية بسبب وبفضل ضربات المقاومة وفصائل المقاومة العراقية المعروفة بأسمائها، والذي كانت لمعركة الفلوجة نصيبا واضحا فيها، والذين حقيقة خسروا خسائر فادحة أجبرتهم على عدم التفكير بالغزو العسكري. لكن حقيقة الذين كانوا يتضررون وينظرون على أن هم الهدف الثاني بعد احتلال العراق لم يقدموا لا دعم للمقاومة، ولم يأخذوا أمورا سياسية توفيهم من إنهاء الورقة الطائفية في العراق، لأن الورقة الطائفية ستغزوهم، وهذا ما فعلته إيران من تقسيم المجتمع طائفيا على أسس سياسية، لأن وكلاء إيران أخذوا على عاتقهم تنفيذ هذه المهمة بطريقة واضحة. سيادة العقيد، هل هو نظام طائفي إن صح التعبير أم أنه مؤسسة طائفية؟ البعض يقول بأن هناك صارت عملية مؤسسة للطائفية في العراق، أي جعل الطائفية ضمن حدود المؤسسة واعتبارها أو باعتبارها الرقم واحد في العراق الحديث منذ عام 2003. في هذا الاعتبار ممكن اعتبار أن النظام في العراق الآن هو نظام طائفي أم قائم على مؤسسات طائفية؟ نعم، أنا أعتقد بأن الأمرين كلاهما يتمثل في مؤسسات الدولة العراقية وفي النظام السياسي. الدستور العراقي في عام 2005 مهد لقيام دولة عراقية ضعيفة ومفككة قائمة على أساس عرقي وطائفي. يعني عندما نأتي إلى مبدأ المحاصصة الطائفية بأن يكون رئيس الجمهورية كردي، وإنما يكون رئيس الوزراء شيعي، ويكون رئيس البرلمان سني، هذه تقسيمات حقيقة لم يتم التجاوز عليها منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. إذن نحن الآن أمام مؤسسات طائفية مقسمة حسب تمثيل أو حسب ما قسمها الدستور العراقي في الفترة السابقة على أساس طائفي وعرقي، والدليل على هذا بأنه كل جهة تعرف ما لها من المناصب خلال هالفترة الماضية وصولا إلى ما وصلنا إليه الآن. أضف إلى هذا بأنه عندما تغيب قدرة الدولة وعندما تكون الدولة ضعيفة يتحول الولاء من الدولة إلى الحزب وإلى الطائفة، وهذا ما لمسناه طوال الفترة الماضية في الدولة العراقية القائمة حاليا. أنا أعتقد بأنه مشروع الاحتلال كان واضح، يعني حتى في مسألة الفيدرالية عندما أعطوا الكرد تأسيس دولة في شمال العراق، وهذه الدولة لا يستطيع رئيس الوزراء أن ينقل فيها شرطي مرور. إذن نحن نتكلم عن تقسيم طائفي واضح في هذه القضية. السياسات التي اتبعت من قبل الحكومات التي حكمت العراق بعد عام 2003، سواء حكومة الجعفري عندما حصلت تفجيرات سامراء، وصولا إلى المالكي عندما تم تشكيل الصحوات في المناطق السنية لمواجهة تنظيم القاعدة، هذه أيضا زادت من مسألة التكتلات الطائفية، على اعتبار بأن الصحوات شكلت من جهة واحدة اللي هي من قبل الطائفة السنية، وصولا إلى عام 2014 بالفتوى الكفائية التي شكلت ميليشيات الحشد الشعبي. لو تكلمنا عن دولة لا يمكن لنا أن نسمي مسميات متعددة، الحشد العشائري والحشد الشعبي، لو كانت هناك دولة حقيقية لكانت هناك تسمية واحدة للكلا الحشدين الذي تم تشكيلهم من قبل الحكومة، ولكننا نرى بأننا أمام
تكتلات وأمام مؤسسات طائفية تبنى داخل الدولة بسبب ضعف الدولة وعدم قدرتها على ضبط الأمور، أو بأسلوب آخر أو بتصور برأي آخر بأنه التدخلات الخارجية في العراق كان لها الأثر الكبير في إذكاء الصراعات الطائفية في العراق وفي دفع النظام الموجود في العراق، النظام السياسي، بأن يكون طائفي بامتياز. يعني التدخلات الإيرانية واضحة جدا سواء كانت في العراق أو سواء كانت في سوريا، تدخل إيران في سوريا وذهاب الميليشيات كي تقاتل، إذن نحن أمام مشروع طائفي للمنطقة، ليس للعراق فقط وإنما حتى للمنطقة بشكل عام، سواء كانت في اليمن أو سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في العراق أو سواء كانت حتى في لبنان. لذلك ما يجري في العراق هناك دفع خارجي على مسألة العنف الطائفي وعلى مسألة تشكيل الدولة الطائفية. هناك في العراق مؤسسات كاملة قامت في الفترة الماضية على أساس طائفي واستمر هذا العمل. يعني وزارة الداخلية منذ اليوم الأول لتشكيلها وزير الداخلية هو من الطائفة الشيعية، وإلى يومنا هذا الأمر يسير بأن وزارة الداخلية للشيعة ووزارة الدفاع للسنة. كذلك بالنسبة للمناصب، رئيس الأركان يجب أن يكون كردي، قائد القوة الجوية يجب أن يكون كردي، يعني قائد القوى البرية يجب أن يكون سني. نحن أمام هذه القضية قتلت الحرفية لدى المؤسسة العسكرية، وهذا ينسحب على كل مؤسسات الدولة الأخرى. يعني أصبحت الوزارة ريع للحزب أو للطائفة التي تسيطر على هذه الوزارة حسب التقسيمات التي جرت في الفترة الماضية. لذا نحن نتكلم عن نظام طائفي وعن مؤسسات طائفية قامت بناء على النظام الطائفي أو المشروع السياسي الذي جاء به الاحتلال. والدليل على هذا بأن هذه القضية فككت الدولة العراقية وأضعفتها حتى أصبح تنظيم الدولة في عام 2014 رغم الإنفاق الكبير الذي حصل على القوات المسلحة، ولكن انهارت هذه القوات أمام بضع مئات من تنظيم الدولة. ويتكلم رئيس الوزراء حيدر العبادي يقول بأنه الخسائر التي فقدها العراق باجتياح مدينة الموصل ما يقارب 27 مليار و700 مليون دولار تقريبا، خسائر الجيش العراقي من أسلحة ومعدات وما إلى ذلك. إذن نحن نتكلم عن مؤسسات قامت بشكل طائفي، لم تقم على أساس المهنية وعلى أساس الحرفية، بأن تكون هذه المؤسسات فوق الميول وفوق الاتجاهات وتكون غير مسيسة، ويكون فيها الولاء للدولة ولا يكون فيها الولاء إلى الحزب ولا يكون فيها الولاء إلى الطائفة. على العكس، بأنه فترة المالك الأولى والثانية شهدت تصفية لخصوم سياسيين من جميع الطوائف. يعني نرى بأنه الكثير من الشخصيات السنية استهدفت في زمن المالكي لأسباب طائفية واضحة، علما أنه المالكي استخدم القوة والمقاربة الأمنية في فض الحراك الشعبي الذي خرج في المناطق السنية نتيجة الإقصاء ونتيجة التهميش، لأنه دوافع العنف الطائفي التي قامت في تلك الفترة هناك دوافع سياسية وهناك دوافع اجتماعية. سنتحدث عن دوافع العنف الطائفي، ولكن اسمح لي أن ننتقل للأستاذ مرة أخرى أستاذ عبد القادر النايل. طبعا الكثير من الشواهد والكثير من الصور التي كانت موجودة عام 2003 بعد الاحتلال، منها المقاومة العراقية التي تعتبر أسرع مقاومة في التاريخ بحسب وصف الكثير. يعني من وجهة نظرك، يعني كيف أسهمت المقاومة العراقية في وضع العراقيل ووضع الحفر والمعوقات أمام تنفيذ المشروع الطائفي؟ من المعلوم تماما أن المقاومة العراقية انطلقت كما أشرتم بأنها بسرعة فائقة، وهذا يعني أن هناك تنبها لمشروع الاحتلال على مستوى المنطقة والعراق، لذلك انطلقت من أطر وطنية، وإلا لو كانت تؤمن بالمشروع الطائفي لتم المفاوضة، وقد فاوض الاحتلال عدد من الفصائل وأرسل عبر دول كثيرة مفاوضات بأنهم يمكن أن يمثلون وأن يكونون هم ممثلين لمكونهم، لأن كانت المقاومة محصورة في أطر معينة وفي محافظات معينة. لكن حقيقة رفضت المقاومة المشروع المحاصصي على أسس طائفية، لا سيما أن هذا البناء سيفقد العراق هويته الأصلية وسيضعفه، ولن يستطيع أحد أن ينجو من المحرقة التي أعدت له بهذا النظام. لذلك رفض المقاومة وانطلاقها، وبالتالي كل الأوراق التي لعبت عليها الأطر الاحتلال والمتعاونين، لأن حقيقة عندما نشخص قوانين مجلس الأمن الدولي نرى أن هناك قوتين فقط في العراق،
قوة الاحتلال الذي منحت وهي غير شرعية بالتأكيد، منحت من قبل مجلس الأمن الدولي بعد أن اعترفت بالولايات المتحدة وبريطانيا قوة محتلة للعراق. ومعلوم أن قانون المجلس الدولي يتيح ويجعل من القوى الثانية التي هي ردة الفعل من المقاومة، لأن الشعوب لها حق مقاومة أي احتلال. بالتالي نتكلم عن قضيتين ضمن إطار مجلس الأمن الدولي، تلك القضيتين تتناحر، قوة عادلة ولها الحق لأنها تدافع عن بلد، وقوة غاشمة محتلة. الأطراف التي تتبع المحتل عمدت على تنفيذ أجندات، منها الورقة الطائفية، ومنها عملية ضرب المقاومة، أو منها إلهاء المقاومة بأمور أخرى كحرق المساجد وغيرها، من أجل أن لا يصوبوا نحو المحتل، إنما يصوبوا على أبناء جلدتهم. لكن المقاومة تحملت هذه الضربات وبالتالي تسامت عن كل هؤلاء الذين أداروا مشروع الطائفية بخبث، وبقت مصممة على الاحتلال. يذكر كلانا 2006 عندما قال بوش: إنني أخسر الأنبار، ثلث العراق على وشك، كان هناك انهيار كامل للجيش الأمريكي لولا جاءت قضية الصحوات المتأخرة، واستطاعوا من خلالها إيجاد منظمات تستهدف العشائر، وبالتالي أصبحت ردة العشائر على هذه المنظمات، مما جعل من تحييد نوعا ما للمقاومة، وبالتالي أصبح هناك إنقاذ لعملية الانسحاب الأمريكي. لذلك ركز المحتل منذ حتى التسعينات، يعني حتى قبل مشروع ما يسمى بتحرير العراق في الكونغرس 97، ركز على خطوط الطول 32 و36، وهو بالتالي تقسيم للعراق، كان أولى عملية التقسيم العراقي على مستوى مكونات منذ أيام التسعينات. لذلك القوى التي إيران تعاونت بدفعها لاستلام الأمر السياسي من المحتل كانت تنفذ الطائفية بحرفنة، بحيث أنها تعدت حتى نسبة مجلس الحكم الذي منح المكونات نسب للتمثيل السياسي والأمني. ولذلك كانت فترة المالكي فترة إعداد حقيقي لهيكلية الدولة لصالح أحزاب، يعني هذه الأحزاب أرادت أن تدخل باسم الشيعة في حكم العراق، هي ذهبت باتجاه أكبر بأنها قسمت الهوية الفرعية التي من خلالها دخلت إلى حكم العراق إلى هوية حزبية داخلية، وحتى المذهب الشيعي لم يحظى حقيقة بحكم العراق، بل إنما الشعب الشيعي استخدم كغطاء من أجل وصول هذه الأحزاب لأنها تنفذ الأجندات الإيرانية. ولا سيما هنا نتذكر كيف استعان المالكي بخبرات حزب الله اللبناني والإيرانيين في عملية هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على أسس طائفية، وبالتالي ألغى جميع المكونات ولا سيما السنة العرف في داخل المؤسسات. وإلا منذ 2006 إلى 2020 أنا لدي النسب سنويا لوزارة الدفاع التي هي أصبحت من حصة المكون السني داخل العمل السياسي، داخل العملية السياسية، منذ 2006 إلى 2020 آخر إحصائية قبل 3 أيام، نسبة السنة في كل وزارة الدفاع من الضباط إلى الجنود 3.5%، فقط في عام 2010 كانت هناك نسبة 7.5%، وهذه من وثائق، لأن جميع الوثائق الموجودة داخل أمرة الجيش يسجل فيها الجندي والضابط والمنتسب المدني على أسس طائفية ومذهبية، وهكذا هي دوائر الدولة. ولذلك بقت الدولة العميقة يحكمها المالكي، وقد رأيتهم حكومة الكاظمي ووزرائها يذهبون بزيارات دولية إلى المالكي كأنه هو الحاكم بالفعل العراق، وبالفعل هو، لأن المؤسسات الوزارية من وكيل وزير إلى مدير عام إلى جميع الأقسام كلها هيكلها على حسب النظرة الإيرانية الطائفية الإقصائية. في هذه النقطة تحديدا أستاذ عبد القادر اسمح لي أن أنتقل لسيادة العقيد حاتم الفلاحي، المؤسسة العسكرية تعتمد المعايير المهنية من أجل تحقيق أهدافها والوظائف المنوطة بها، يعني الآن منذ 2003 وحتى الآن كيف تجد المؤسسة العسكرية وخاصة اعتمادها على المعايير الطائفية؟ نعم، بداية أقول هشاشة العملية السياسية أو النظام السياسي القائم انعكس مباشرة على المؤسسة العسكرية بشكل كبير جدا. لو كان النظام السياسي قوي لكانت هناك مؤسسة عسكرية قوية، ولكن لضعف النظام السياسي في العراق نرى بأن المؤسسة العسكرية هشة
وضعيفة وغير قادرة على أداء واجباتها، بل إن واجباتها الرئيسية تم تحويلها من مواجهة العدو الخارجي إلى مهام الأمن الداخلي، وكأنما هي وزارة داخلية. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك إشكال كبير جداً، أولاً في البنية التنظيمية لهذه المؤسسة التي قامت على دمج آلاف من الميليشيات التي كانت تعمل كمعارضة كما يقولون في السابق بين قوسين ضد النظام السابق، ثم عادوا وتم دمج هذه المؤسسات كنواة للجيش العراقي، بحيث أصبحت نواة هذا الجيش هي عبارة عن ميليشيات تأتمر بإمرة أحزاب ومرجعيات دينية. وبالتالي تم تحويل هذه المؤسسة العسكرية الكبيرة المشهود لها بمواقفها الوطنية والقومية إلى مؤسسة طائفية تأتمر بإمرة جهات خارجية أو بإمرة مرجعيات دينية. وهذه إشكالية كبيرة جدا بأن يتحول الجيش العراقي إلى مؤسسة أشبه بميليشيا كبيرة يقودها رجال دين أو تقودها أحزاب سياسية ليس لها دخل بمسألة التنظيم الهرمي للقيادة العامة للقوات المسلحة. هذا ما رأيناه طوال الفترة الماضية. فيما يخص الكلية العسكرية وانتقائها المذهبي، ما تداعيات هذا الأمر؟ نعم أكيد نحن يعني تداعيات هذه المسألة لن تنعكس على المؤسسة العسكرية فحسب، وإنما ستنعكس على الوضع العراقي بشكل عام. يعني نحن الآن حقيقة هناك دعوات كبيرة جدا قد تؤدي إلى تقسيم العراق نتيجة السياسات الطائفية التي تقوم بها الحكومات المتعاقبة طوال الفترة الماضية، ورأينا الكثير من الأصوات التي انطلقت بأنه ما يجري من تهميش وما يجري من إقصاء ومن ظلم على مكون بعينه باستخدام المادة 4 إرهاب أو الاعتقالات التعسفية، انتزاع الاعترافات بالقوة، عدم إعطاء تدمير المناطق وعدم تعويض هذه المناطق لحد هذه اللحظة، سجون ملأى بآلاف السجناء الأبرياء الذين انتزعت منهم الاعترافات بالقوة، تغييب آلاف مؤلفة من هذه المناطق نتيجة العمليات العسكرية. جميع هذه الأشياء تدفع الكثير لأن ينادي الآن بعملية تقسيم العراق، وهذا تقسيم العراق أنا أعتقد هو ما جاء به الاحتلال بأنه يجب أن يقسم العراق إلى ثلاثة نستطيع أن نقصد ثلاثة دول، دولة كردية في الشمال ودولة في الجنوب ودولة في الوسط والغرب، وبهذا أنا أعتقد بأنه سيقضي على مشروع العراق الجامع بهوية موحدة لجميع الطوائف. إذن تداعيات هذه المسألة لن تكون على المؤسسة العسكرية فقط، يعني أنت عندما تضع مسألة الطائفة، ما السبب الذي يجعلك أن تضع هذه القضية في مسألة الكلية العسكرية؟ لماذا تضع هذا الشرط بأنه سني أم شيعي؟ هذه إشكالية كبيرة جدا. يعني أنت تتعامل مع العراقيين سواسية، مع الجميع، يعني مع جميع طبقات أو مكونات الشعب العراقي، لأنه المادة 9 تقول بأنه المؤسسة العسكرية تتكون من جميع مكونات الشعب العراقي حسب تماثلها وحسب توازنها. إذا كانت تمثل بالضرورة جميع فئات الشعب العراقي، إذن فما الحاجة مثلا لكتابة أو لوضع شرط حسب الموقع الجغرافي؟ لا حتى مسألة الموقع الجغرافي، يعني أنا عندما تقول الشخص هذا من النجف واضح أنه هو الرجل الشيعي، يعني هذا ما أقصده، وعندما تقول من الأنبار هذا ليس الحل. يعني أنت إذا تريد حلول حقيقية، هذه الدورة التي لم يضع أحد فيها من الموصل ومن محافظة الأنبار، يجب على رئيس الوزراء أن يصدر أمر مباشر بإضافة 50 اسم من هذه المحافظة و50 من هذه المحافظة لكي تكون الأشياء حقيقية وتكون هناك توازن ويكون هناك تماثل في هذه القضية. أما أن تأخذ الأمور على 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 ما موجود بحيث تغير الموقع، هذه ليست معالجات حقيقية. نحن بحاجة حقيقة إلى إجراءات حقيقية بحيث تتجاوز الماضي وتبني من جديد، ولكن لحد هذه اللحظة جميع السياسات التي اتبعت يعني هي تعزز النظام السياسي الطائفي القائم في الفترة الماضية وتدفع باتجاه الطائفية إلى الأمام. لم نرى لحد هذه اللحظة ما ينصف المناطق حقيقة التي نقول نحن المناطق السنية التي وقع عليها الجزء الأكبر من الظلم ومن العبء في الفترة الماضية، لأن تم تسليم مناطقهم إلى تنظيم الدولة، تم ضربهم من قبل حكومة المالكي، وبالتالي جاءت العمليات العسكرية لتكمل على ما تبقى من البنى التحتية بالإضافة إلى اعتقال الآلاف ولم يعرف مصيرهم لحد هذه اللحظة، أو المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات وترفض الانسحاب منها لحد هذه اللحظة. يعني عندما يتكلم رئيس الوزراء عن أنه يريد استعادة سيادة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة، وهو لا يستطيع أن يدخل منطقة جرف الصخر ولا يستطيع أن يدخل مناطق عزيز بلد أو العويسات أو مناطق أخرى لأنها تسيطر عليها الكثير من الميليشيات ولن تسمح لأحد بالدخول إليها. إذن نحن أمام دولة غير قادرة على أن تستعيد
هيبة الدولة أو على فرض القانون، لأن هناك من يعمل خارج القانون أو فوق القانون. لا يمكن لك أن تفرض هذه الأمور على طائفة معينة أو على مكونات معينة، ولا تستطيع أن تفرضها على الجهات الأخرى. نحن أمام ازدواجية في التعامل، وأمام ضعف حكومي واضح في مسألة التعامل مع كثير من الملفات الساخنة في الملف العراقي. أستاذ عبد القادر، لفرض هذا الواقع ينبغي بلا شك أن يكون أو تكون هناك ماكينة إعلامية، سواء كانت هذه الماكينة أو وسائل إعلام، وسائل إعلام غربية أو وسائل إعلام مدعومة من قبل الأحزاب داخل العراق، كلها يعني تدعم أو تدفع باتجاه دولة الهويات. يعني كيف تنظر أو كيف تصف دور الإعلام، سواء كان الإعلام ما قبل الاحتلال أو الإعلام ما بعد الاحتلال الغربي وكذلك الحكومي، في الدفع باتجاه تحقيق هذا الواقع العراقي المهترئ من زيادة نسب فقر مرتفعة وملايين المهجرين، بحسب حتى تقارير دولية وحتى جامعات أمريكية أصدرت التقرير الأخير مثل جامعة براون، يعني تتحدث عن 9 ملايين مهجر ومئتي ألف، وهذا أقل تقدير بحسب ما جاء في التقرير. معلوم تماما أن الإعلام لعب دورا مهما في عملية ترسيخ الهويات الفرعية، وهنا أقصد الإعلام الغربي، بدءا من عملية تلميع هؤلاء المعارضة الذين كانوا حقيقة مجموعة، يعني فيهم مجموعة لصوص وفيهم عليهم كثير من الأمور الأخرى سياسيا، وهم يعلمون بواقعهم جيدا، يعني الآن أحدهم يفضح الآخر في هذا الوقت وفي هذا العصر. لذلك عندما جرى الإعلام على تلميع هؤلاء وإظهارهم إلى المجتمع الدولي أو إظهارهم إلى الناس بأن هؤلاء حقيقة يمثلون مكونات مظلومة داخل الشعب العراقي، وهو لا أساس له من الصحة بالكامل، لأن النظام السابق كان نظاما علمانيا واضحا يحكم بقبضة شمولية على الجميع، وبالتالي تتساوى به القرارات. يعني أستاذ عبد القادر، يعني احتلال العراق أساسا هو بني على أكاذيب، أسلحة دمار شامل ولم تكن موجودة هذه الأسلحة. العراق الآن كنتائج للنظام الطائفي، العراق الآن مدمر، العراق مسروق، الاقتصاد منهار، البنى التحتية مدمرة، ولكن الإعلام الذي كان يتحدث عن جعل العراق جنة، الآن ذات الإعلام، يعني مثلا مجلة التايم الأمريكية تتحدث واشنطن حولت المحاصصة نهجا مؤسساتيا في كل مؤسسات العراق، يعني ما هذه الازدواجية؟ هذه الازدواجية لأنهم وصلوا أن هذا المشروع لا يمكن أن ينجح. نحن نتكلم بعد 17 عاما من هذا الإعلام الكبير، هو يعني الآن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان جزء من هذه العملية عندما كان يأتي إلى حلبجة ليحقق ويظهر أشياء هي بعيدة كل البعد عن الحقائق. لذلك عندما لعب على شيطنة النظام السابق وبالتالي يبرر لعملية الاحتلال، لعب على هذه الأوتار الطائفية والمذهبية داخل مكونات الشعب العراقي كأنه وصي عليها، عندما وبالتالي كان أيضا يروج إلى أنه سيجعل من العراق بلد حقوق الإنسان، بلد يتعايش فيه الجميع، لا يمكن قبول انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة. اليوم عندما وصل إلى مرحلة اليأس الشعب العراقي حقيقة، وهنا ما نعول عليه، أن مشاريع الاحتلال فشلت فشلا ذريعا، إلى هذه اللحظة العملية السياسية الطائفية لم تقدم شيء، الذين يحكمون محسوبين على المذهب أو المكون الشيعي. ما الذي قدموه للمحافظات الجنوبية غير الفقر وانهيار التعليم وانهيار الصحة وما يحدث الآن من نكبات حقيقية؟ الذين دخلوا بحجة أنهم يرفعون الضيم عن المكون السني، ما الذي قدموه للمحافظات السنية سوى عملية الانهيار الكامل الأمني المستمر وعملية التهجير المستمرة والاعتقالات المستمرة؟ خذ بيد أنهم لم يستطيعوا إطلاق سراح النساء من السجون. وكذلك الواقع الكردي ليس ببعيد، لم تتحقق هناك أي أشياء. لذلك فشل العملية السياسية مشروع الاحتلال الطائفي، لا سيما بعد خروج العراقيين في ثورة 1 تشرين. نعم سبقتها كثير من الأحداث حتى وصلنا إلى هذه المرحلة، وكل هذه الأحداث ساهمت بشكل العمود الفقري في إنقاذ العراق، سواء المقاومة المسلحة العراقية أو التظاهرات في 25 شباط أو تظاهرات المحافظات الستة، كل وكذلك المظاهرات بين الفينة والأخرى في المحافظات، كلها عزفت على المشروع الوطني،
كلها عزفت ضد المشروع الطائفي، كلها رفضت مشروع الاحتلال الأمريكي، ولا سيما الآن التظاهرات التشرينية الذي نحن على أعتاب الذكرى الأولى، وبالتالي ستنطلق انطلاقة ثانية لها، وهي تؤكد على الهوية الوطنية وترفض نظام المحاصصة الطائفية في العراق وترفض العملية السياسية الحالية ولا تريد إلا لتجميد الدستور. هذا وصل إلى مرحلة اليأس، أن هؤلاء الذين قدمت لهم من الأحزاب كل معاول النجاح وكل أسباب النجاح قدمت لهم من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والمجتمع الأوروبي وإيران تدعمهم، فشلوا أمام الشعب العراقي، وهم فشلوا بالفعل في أمام واقع واضح تماما. هذا حقيقة جعل الإعلام ينكسر أمام إرادة الشعب العراقي، وهذا الانكسار إذا ما استمر العراقيون في استعارة وطنهم والثبات على موقفهم الرافض لتقسيمه والرافض لنظام المحاصصة الطائفية، سيتبع هذا الإعلام قرارات سياسية قادمة أخرى ستكون ليست بعيدة. لذلك ينبغي على الشعب العراقي الآن في محور أو في مفصل مهم تماماً من تاريخه، هو أن يتم التداعي للتأكيد على الهوية الوطنية، وأن يكون العراق هو الأساس. وبالفعل ينبغي علينا أن نرتفع وأن يرتفع أصواتنا جميعاً بأننا نريد وطن. ومن هنا حقيقة ينبغي أن نسجل للإعلام المناهض والإعلام المقاوم الذي ثبت رغم كل الظروف المحيطة بها، ومنهم قناتكم الكريمة التي كانت صوتاً الرافدين، كان صوتاً وحيداً ربما الكل ينظر ماذا تتكلم في 2006 و9 و10 و11 بالقضية الوطنية، قناة الرافدين والواقع العراقي مشتعل بالطائفية والقنوات الطائفية. اليوم عندما يلتحق الشعب العراقي وعندما تصمد هذه الإرادة وتتوسع الإرادة ويأتيك للنصر آباء هم ليسوا من أهله، حقيقة يفرح الواقع الموجود في العراق بأن العراق لن يذهب إلى المشروع الطائفي ولن يكرس، وبالتالي لكن تحتاج إلى قوة ثابتة من الشعب العراقي ولا تعزيز المفاهيم وإلى شد الأزر في الأيام القادمة، لأننا في تاريخ مفصلي ينبغي أن ننهض به. نعم، شكرا لك سؤال القادر. سيادة العقيد ركن، يعني في ما يخص موضوع التعددية وجميع الدول المتقدمة، حتى أن في الولايات المتحدة على سبيل المثال الكثير من الأعراق، الكثير من الأديان موجودة، الكثير من المذاهب في أوروبا كذلك، في روسيا، في كل مكان، في العراق تحديدا، يعني يروج الاحتلال إلى موضوع أن التعددية هي عامل ضعف في العراق، ولكن الأحزاب المدعومة من قبل إيران يرى البعض أنها من أجل ديمومة الحصول على مكاسبها السياسية ومكاسبها المالية من أجل تنفيذ المشروع الإيراني تعمل على إدامة هذا الأمر، موضوع الطائفية تحديدا. هناك مثلا دوافع للعنف الطائفي تعمل على استثمارها من أجل ديمومة بقائها. ما هي، على ماذا تعول هذه الأحزاب؟ نعم، أنا أعتقد بأنها دوافع كثيرة لمسألة العنف أو استخدام الطائفية، من ضمنها هي للسيطرة على السلطة أو التحكم في مسائل كثيرة من مفاصل الدولة الحساسة، سواء كانت مفاصل اقتصادية أو مفاصل سياسية. وبالتالي نحن قد نكون أمام مشروع مثل ما تكلمنا سابقا، هذا المشروع هو تنفذه أدوات داخلية، ولكن هو في حقيقته هو مشروع خارجي يرتبط بأجندة خارجية. ولكن بشكل عام إذا جئنا إلى دوافع العنف الموجودة في العراق، العنف الطائفي حقيقة قد تكون لبعض أساليبه دوافع سياسية نتيجة التهميش السياسي أو نتيجة السياسات الطائفية التي نفذتها الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق من عام 2003 وإلى يومنا هذا. يضف إلى ذلك بأنه قد تكون هناك دوافع اجتماعية نتيجة التهميش والإقصاء وعدم وجود عدالة اجتماعية، مما يجبر الفرد في بعض الأمرار على استخدام العنف أو العنف الموجه ضد مجموعة معينة أو ضد جهة معينة، خصوصا إذا ما يعني شعر هذا الفرد بأنه هناك عملية إقصاء متعمدة واستهداف متعمد له في هذه القضية. أضف إلى ذلك بأنه هناك مثلا دوافع اقتصادية، الدوافع الاقتصادية عندما تفشل الدولة
في 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 يعني توفير ابسط مقومات العيش الرغيد للمواطن، كثرة البطالة، فساد مالي، استئثار بالسلطة وبالثروات من قبل طبقة معينة على حساب طبقات الشعب العراقي. ورأينا الآن نحن ما يجري من مظاهرات منذ تشرين الماضي وإلى يومنا هذا، بأنه هذه المظاهرات سابقا يعني عندما نتكلم يقولون بأن المناطق السنية بدوافع طائفية. طيب، عندما خرج الأكراد في عام 2017 بمسألة الاستفتاء على الاستقلال، أيضا كانت هناك إشكالات كبيرة جدا ما بين الدولة المركزية وما بين الأكراد. إذا نحن أساسا النظام السياسي في العراق هو نظام هش، لأنه قائم على أساس المحاصصة الطائفية التي جعلت الجميع يعمل على الحصول على أكبر ما يمكن من القدرات أو من المميزات أو الامتيازات لطائفته أو على حساب الوطن وعلى حساب الشعب. امتيازات للطائفة، طيب المواطن الآن، المواطن ما الذي جناه من النظام القائم على الطائفية والذي يعتبر الطائفية معيارا له؟ ما الذي قدم النظام الطائفي للمواطن العراقي؟ نعم، هنا المشكلة بأنه الآن تفاجأ الشعب العراقي بأنه هذه المناداة التي كانت تستخدم للطائفة ما هي إلا كانت لغرض تنفيذ مخطط تقوم به مجموعة من الأحزاب التي لها أجندة خارجية. والدليل على هذا بأنه الآن المناطق الجنوبية جميعها الآن خرجت على الدولة، وخرجت على الميليشيات، وخرجت على الأحزاب السياسية، وانتقدتها بالكثير من الأمور، واتهمتها بالفساد، واتهمتها بالفساد المالي والإداري، لأن علما أنهم كانوا يقولون بأن هذه المناطق هي الحاضنة السياسية والاجتماعية لهم، وبالتالي انقلاب هذه الحاضنة الاجتماعية يعطي مؤشر واضح على أنه مسألة الطائفية في العراق كانت تسوق من قبل هذه الأحزاب التي كانت تختبئ وراءها لغرض مصالح شخصية، سواء كانت حزبية أو شخصية لهذا الحزب أو لمجموعة من طائفة محددة. استأثرت بالحكم، استأثرت بالثورات والثروات، وسيطرت على مفاصل مهمة من 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 الحكم، مفاصل حساسة، ولكن جميعها كانت على حساب المواطن العادي الذي فشلت، سواء كانت الدولة أو هذه الأحزاب، في تقديم أبسط المقومات لهم، من فشل في تقديم الخدمات، بطالة مدقعة، فقر، مرض، جهل، إشكال كبير جدا في عملية إدارة الدولة، وفشل بحيث أصبحت الدولة العراقية دولة فاشلة بكل المعايير. يعني نظام صحي مهتري الآن في العراق، نرى بأنه الأعداد التي تصاب بالكورونا أعداد كبيرة جدا، يعني فاقت جميع دول المنطقة، بحيث أصبح العراق بؤرة لفيروس كورونا في هذه الفترة نتيجة فشل النظام الصحي، بحيث أصبح الفرد عندما يكون لديه مريض لا يذهب إلى المستشفيات لأنه يخشى عليه من الإصابة عندما يذهب إلى المستشفيات يقول بأن هذا الشخص يمكن أن تنتهي حياته في المستشفى، يعني وذلك يأثر العلاج في البيت ولا يذهب إلى هذه المستشفى. نحن أمام إشكالية حقيقية في جميع مفاصل الدولة نتيجة السلطة التي تحكمت في مقدرات العراق خلال الفترة الماضية، وفشلت في تقديم أبسط المقومات للشعب العراقي، سواء كانت من الجنوب أو سواء كانت من الشمال أو سواء كانت في الوسط. شكرا لضيوفي الكرام، العقيد ركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام، شكرا لك ونشكرك شكرا جزيلا، أستاذ عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا أستاذ عبد القادر. شكرا لكم. في الختام تقبلوا مني مشاهدينا الكرام أطيب تحية وفي أمان الله.